أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس باسمي 24 من دروس فقه السنة النبوية يوم الجمعة 21 رجب 1437 الموافق ل 29 أبريل 2016. حلقة اليوم ما زلنا في محور المعاملات أحكام وقيم، وذي الحلقة 15 تحت عنوان الكفالة. زرم درسني عدان الحلقة 123 نخدم موضوع الوكالة، الساقي الكفالة. الكفالة، موضوع الكفالة موضوع مهم جدا في حياة الناس، موضوع له أبعاد اجتماعية اقتصادية نفسية شرعية قانونية، يعني متعدد الأبعاد. موضوع الكفالة، موضوع الكفالة هو وجه من وجوه التكافل الاجتماعي. الكفالة صورة من صور التعاون، حيث قال ربنا في آي القرآن في أوائل المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، والكفالة وجه من وجوه البر. الكفالة مقصد من مقاصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث، وقد شرحنا فيما سبق: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ذا شو المعنى يس أولي كود النيغ؟ المعنى يس الكفالة يجي حوايج انت مذانا نيثو ذرث نسم مليح. هذا فتشغل المثال أمثلة. يونك شم السوق يغد أشد يوغ وري الزميرة هذي خلص أدي نتقي ونسي ولا سيني الضمنة، خطر الكفيل ضامن نضمن ذي السواق أرسى ضمنا مدن وياض، ضمنا مدن وياض ذي السواق. أما ذي تعرفيث يدشفاني مغارا ذي السواق لن يخرج مغارا وقيت شغل نسم يتزيد السوق أو إني حواج نسيني راني هنا قليدا يغثفوا ناس توريزمات يخلص هذي ضمن، يغثف ركا مسفاما هذي ضمن. أي نظران لن يعرضيا كي قارن في قبيليث يعرضيا يضمن وياض يزمروا عرضين يدي فغسي السوق يضمن ثلاثة ربعة خمسة يضمن إثم يرنا في كوال ماشي معنى يسي ساعة، خطر عرضي ماشي معنى يسي ساعة خطير عرضي يزمروا يسعى يسعى يلس يسعى في الوزاء يسعى ذا عرضي اسم ساعة عرضي ماشي وكا عرضي إنسان شفام ثم شو سيكون تحكي غير ونواس بالك أتي تحكو غير ثقرة كلمة لا، ولكن أول كان يهمن ثور ديال المقدمة يمسينا وعرضيني الناس نكون نستمر نتسى عليه نثمر فنو لا شي مور تساقوذ نظمع ذي ربا غي الصر، يعني يعرضي نظمع عن كان ذي ربا ثني الصر. هؤلاء الضامنون، هؤلاء الذين يلتزمون، لا يعني هذا أنهم يملكون المال، لا، شي شرط، عنده رجلة، عنده كلمة يسوق بها. موضوع الكفالة موضوع مهم جدا، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية القانونية ولا من ناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من النواحي. لذلك كان في عصاة السلام إن داوين يعاون ربي تعاون ولي تعاون وياض وثقي ذيون بوذمس بوذماون بوذماون التكافل الاجتماعي يدينا ربي الكواليس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أولا الكفالة، تعريف الكفالة ألف لغة شو المعنى يس؟ الكفالة من كفالة ضمنا، والشخص الذي التزم يسمى بالكفيل،
ويسمى بالزعيم ويسمى بالضامن من ناحية اللغة، كفيل، ضامن، زعيم، كما سنأتي إلى بعض النصوص بعد حين. ميلا ذا با من حيث الاصطلاح التزام شخص معين بتحمل ما على شخص آخر من التزام على وجه التبرع لله في سبيل الله، لله في سبيل يضمن ولكن ليس بالمال. إذن هذا من حيث الاصطلاح، شخص يلتزم بتحمل دين مثلا عن شخص آخر على وجه التبرع، يولكن الضمن غير وضمن ربي سبحانه عز وجل ابتغاء الأجر. هذا من حيث التعريف. وطبعا في تعريف المالكية وتعريف الحنفي وتعريف الشافعي وتعريف الحنابلة في كيغاوند فقط كما الملخص فقط. مثلا ذي المالكية إنك ضمان المال وضمان الوجه، شو المعنى يس ضردي تعرفيث مثلا هذا مخلف السين، سين مخلف ذي خصيما مخلفا روح صدوك ليثن باش أذفرون أقول نسن يونا ذي ضمان كيني كالفلاني كثي دياوين قرما ولي ذي كثي دياوين خطر لي خصي من جرد مليلم الخصومة سمنس ولكن ثمليث ولاش. هناك من يتفنن في صناعة الفتن وفي صناعة المشكلات، كي تقول له روح عندك خصمك قابله يقول لك ما نجيش رجلا زعما، يجي واحد يقول أنا نضمن نجيب لكم، ماشي غير نضمن للذات نضمن الدين، لا حتى هذا وجه من وجوه الضمان والكفاله. اخيني اخصمهن عليا زنكاتي دياوين، ادي نتقوا عرضي ويض اخيني اخصمهن زنكاتي دياوين، صافي من ثقي ضمانه الى قصد المضض. وطبعا في كذا قيم سعنت ازار مليح راه شرعيث راه جديث راه نصريث راه قبيليث اتصبوا طول غرف الاول روحه مباشره. اذا وفي غير الشماضي التفاصيل الفقهيه اكتفي بما استمعتم اليه. ثانيا حكمه التكليفي، اطار الكفالات جزء وجزرة وقال المقصود الجواب الكفاله مشروعه بنص الكتاب والسنه القران والسنه ربي نادى. قالوا نفقد صواع الملك، ظن ثم شوت سيدنا يوسف تقيت الساد في سورة يوسف الآية 72 أسمي ثم شوت وصيفة ما جاء نحكو ثورة وين سيد سكتي لكن الملك سكتي النعمة أن دايلا نفقد صواع الملك ثم شوت زران تفاصيل إقدران سيدنا يوسف عليه السلام. أشو سندنا الآية قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، وين راه في دياوين اسنفك تعفقا بلغم انعم ايه اشو سينا وانا به زعيم معنى كفيل التزم جمونجاج التزم وانا به زعيم. ما معنى زعيم؟ معنى كفيل معنى ضامن، لذلك الكفالة معناها الزعامة. فقلت أستاذ في سورة يوسف الآية 72 هذا اختار آية، هناك آيات أخرى، هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤدات، نهضرت في العارية فيما سبق وين يرضل أنثى وسيلة قتدير فرض التسير الريتيد فرض التركتور الريث أي ترضل الريث تغوص الريث والمنحة مردودة والدين مقضي، كل هذا شرحنا فيما سبق عرضا ونحن نتحدث عن أحكام المعاملات. والزعيم غارم، الزعيم عن الكافل أو الحديث جاء به الزعيم عن الكافل غارم، والحديث أخرجه أن رواه الإمام أبو داود والإمام الترمذي. طيب إلا حديث جابر هذا حديث صعب، النبي صلى الله عليه وسلم جاء به بميت، قالوا له فلان ميت الفاني يموت اسمي بض إن ياس عليه دين أهل ترى عنده طلاقة يسعى طلاقة أنا خطأ ذي قد فتح قوس خطير أي غردني خطير على بالي
إسقفيلي سا الشرع إسقفيلي سماخ ما رنطل الميت مش قارن هذي نتقيه ولا كيني أي مثلا وين سيد سالس نقل أغضاء أكينا مش هيك ثقي مهمة بعد دفن الميت يأتي شخص إما خوه وليده بابه جده عمه خالص صاحبه شريكه أي واحد يقول أجمع هذا اللي دفناه كاش واحد يسألوا دراهم رانا هنا ولا راني هنا مليحة ولا مش مليحة هذه مليحة بزاف بزاف على بالكم علاه خاطر النبي عليه الصلاة والسلام قال النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أوليدته وعلى جماعة أخي طلبة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه هو يكون عنده مشاكل مشاكل هذا الإنسان وبلك هذا الإنسان يسالوا للناس دراهم وما كتبوش عند النوتير ما كانش ريكونيسونس دو ديت ما كانش وسورتو الزمان ما كان لك غطلة والو يقول لك ربي بيناتنا هكذا لذلك تبرئة لذمة الميت يأتي هذا الزعيم هذا الكفيل هذا الضامن يقول لهم اللي يسالوا راني هنا هذا مقصد المقصد الثاني تشجيع للدائنين ليتقدموا لاستلام ما لهم من ديون تبرئة لذمة الميت معنى تعطي الكوراج هذوك الناس باش يتقدموا انت لو كنت تسمع تسال واحد 100 مليون وكي تسالو ما عندكش كاغط ما عندك شهود ما عندك والو عندك كوراج باش تروح لهذوك الولادو تقول لهم يا ذراري سمحوا لي باباكم الله يرحمه ولكن اقبل ما تقسموا تاركا نتاعو اعطيوا لي 100 مليون خاطر نسالها له عندك كوراج ممكن ما عندكش كوراج الا عندك كوراج ممكن يرفضوك يقول لك اعطينا كاغط تقول له ما عنديش كاغط اعطيني الشهود ما كان الشهود يقول لك يلا ما نقبلوكش تروح لا جوستيس ما تجيب والو لا جوستيس يقول لك اعطيني الدليل والنبي عليه الصلاه والسلام يقول البينه على من ادعى ماشي قول برك بينه دليل وربي قال في القران قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقرر الاصوليون لذلك كي تقول راني هنا تعطي كوراج لهذوك الدائنين باش يجيو معناتها يون ما راه يرضل يون ولا الشهود ولا الكاغط يموت وينهم يثرض رضاك اني اتصل يون ذي الزكا يثم قبرت اكيني ايات مثلا سمحت سيك مثلا وين سيت سالس نقلي ذا يخماك الكوراج يخماك يفدم باش ادى صد اتساوي الحقيق اتساوي طلب عينيك في غدينا خمسة تقيت سال القيمة الشرعية مليح النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال لهم أعليه دين خوكم هذا خوكم هذا عنده دين تعرفوا ايش قالوا له قالوا نعم ديناران ديناران لا ماشي دو دينار نتاع درك ديناران نتاع زمان وهذه شرحناها في فقه الزكاة الدرهم الدينار وجبدنا الزكاة وكيفاه إذا كان 85 غرام نتاع الذهب وكذا وشحال هذا هو النصاب في الذهب و 595 في الفضة أعطينا كاع لي ديتاي هذه التفاصيل سمعتوها كامل فيما سبق يلا انتقديوني سي توالا سيني دينارا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم ما يصلاش عليه ما حبش يصلي عليه سيت ان ميساج وقيف فور الرسول صلى الله عليه وسلم يسود زال غير فلاس صلوا على صاحبكم تصوروا واحد يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم تصور انت كنت حاضر تقبل واحد يموت والرسول صلى الله عليه وسلم كاين وما يصليش عليه تقول والله لو كان نبيع ثفر كان نبيع الارض باش هذا الانسان لا يحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما تخافوش كاين الزعماء كاين الرجال وسرتو في عهد الصحابة سرتو في ذلك العهد النير الخير نطق واحد تعرفوا شكون هذا اسمه أبو قتادة الأنصاري سجل التاريخ موقفه الرجولي قالوا يا رسول الله هما علي يا رسول الله أنا خلص هذه رجلة أنا ماشي رجلة سير ربيزان خاطر إلا سنكاري خلصن الظل كان في الناس يا رسول الله تسجل غير مشيت وحرم وتزادرك في الناس
هما علي يا رسول الله. الله يبارك. صافي واش دار هنا؟ هذا كفيل ضامن زعيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم على طول فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول سوال وسينارا خلاص ومن بعد نصلي عليه. لا لا، الكلمة عندها قيمة في الدين. وضعك من خلال فقه المعاملات نتعلم الأدب، نتعلم أيضا كيف نحمي القيم. فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد صرخ واحد آخر فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رسول طرف واش قال؟ قال حاجة حلوة بزاف، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه. من وغادي اللي خلى طلبة أنا نخلصها. يا بابا يا بابا، شوف برك، شوف النيفو، شوف شوفوا برك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وغادي اللي خلى دين أنا فعلي قضاؤه نخلصه، ومن ترك مالا اللي خلى تريكه وكذا فلورثته. سبحان الله، تحمل المغارم وتخلى عن المغانم. شوف الرجلة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال وإمام المرسلين، إمام المرسلين. قال لهم فهمت الحديث استقبليت إنيس النبي صلى الله عليه وسلم أوين سيد الساوين أوين أوين يسعى طلبة يمثي يسعى طلبة ذن كاري خلصن ما يجد تريكة صورة الوراويس الورثينس، يعني ماشي كان الرويس الورثينس، لكن ملا حديث الحديث رواه الإمام ترمذي أبو داود ابن ماجه. الله يبارك. ثالثا أركان الكفالة لي بيلي تركيزين الكفالة، إذا أربعة أمزوارو الكفيل. شكون هو الكفيل؟ هو الضامن، هذاك اللي يكفل، لكن أقليدة أقليدة. وطبعا الشرط أن يكون عاقلا، يكون عاقلا، أن يكون ذا أهلية التبرع. خطر الكفالة تبرع، ما بديت تسالي وين مجنون غيون سمحوا لي صبي طفل صغير يقول لك انا نضمن، يضمن اللي عنده بلغ سن الرشد كعاقل بالغ عاقل وغير مجنون ولا معتوه ولا الى اخره. لاهليه الاداء وقد شرحناها كثيرا فيما سبق. ذهب جمهور الفقهاء الى صحه كفاله المريض مرض الموت. الله اكبر، ميم انسان مريض مرض الموت معناه قريب يموت، بالك مازالوا خمس دقائق، بالك مازالوا ساعه يموت. اذا كي صارت مشكله على ذات الرجال يديروا هذه الامور، الرجله رجله يبقى حتى يموت، حتى لا دانيير سكوند لاخر ثانيه. وبعدين كاش واحد حقروه قال له شوف، وضرب كاكم شوفوا ايش صار في البلاد، يجي واحد يقول شوف تعطيه دراهم ولا نقتلك، اقسم بالله في هذا المكان. واحد حرصوه كي حرصوه باش يخلص ما قدرش، رمى روحهم القنطره. هو كي قال لي مالو رزمو رموث غاره، ماشي حاجه بسيطه، هكاين لا بريسيون. انا عاميه كاين ناس يقول لك والله غير تخلصنا، يا اما نقتلوك يا اما نقتلو يماك يا اما نقتلو مرتك يا اما نسرقو ولادك يا اما يا اما. وما نهضروش على فيولونس الضرب، هذه شوفوا المحاكم واش صرا. خاطر لي فالور راحت، ماشي كاع، مازال الخير والحمد لله، ولكن صار تحطم على مستوى القيم. والحديث ذو شجون، قلت في هذا المكان، هذا المكان. ابري هذوك الناس قلت لهم اولدي لو كان يموت هذا واش ربحتوا؟ ما ربحتوا والو، ما ربحتوا والو. على الاقل دير له ان كالوندري يخلصكم شويه شويه، 100,000 200 500 مليون حتى انا. هو كيموت ما اولا خسر، هو خسر، دار جريمه الانتحار والسويسيد حرام. ربي قال لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. رقم اثنين يخلي ولاده والعائله تاعو يخليهم. رقم ثلاثه انتم ما ديروا والو
صافي قاسين كاع في لافير. شنو هذه المحنة هذه؟ علاه في الوقت اللي نشدد على الناس اللي يسلفوا ما يردوش، نشدد على اللي يضغطوا هكذا إكراها؟ وقد شرحنا لكم في سورة البقرة الآية 280 شرحناها، الشخص اللي يكون عنده دين وما قدرش يخلص وسع عليه، شرحناها بالتفصيل. آية 280 من سورة البقرة، الآية 281، ربي قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية 282 أكبر آية في القرآن، تحت له صفحة كاملة، الصفحة اليسرى في المصحف الشريف، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية 282 من سورة البقرة. الكفيل إذن هذا اللي مريض الموت ولا يتمتع فيه، ليه يسعى الحق يلتزم يولي زعيم كفيل، ولكن في حدود ثلث تضاف إلى سائر تبرعات، أخطر حكم الكفالة هنا هي حكم الوصية تستمون، لا تتجاوز ثلث الوانتير ماكسيموم. إذا كان هو عنده مثلا 900 مليون يقدر يلتزم 300 مليون فقط، انتير فقط، يقول لك 300 مليون خلصهم. وإذا كان ديجا عنده هو تبرع مثلا 200 مليون معناه يقدم غير 100 مليون، والزائد لازم يكون موقوفا على إجازة الورثة. كاين تفاصيل فقهية دقيقة لا يتسع المقام للتفصيل فيها، ولكن إشارة وتكفي الإشارة واللبيب بالإشارة يفهم. اثنين، الركن والسن ذا شوث المكفول له، يعني ولكني يتسلسل، ولكني يتسلسل المكفول له، وإن إلى يجب أن يكون معلوما. ولكن وكي عند الحنفية والشافعية، الحنفية والشافعية لازم يكون معلوم، وما أذكر ذي مني مغلب مني، ولكن المالكية والحنبية والحنابلة تفقوا هنا، قال لك تصح كفالة المجهول، تصح مثلا ما تصنغوني تلاسن خاطئ ولا موت السنضارة إلا في سبيل الله، تعاون ضوينا كي يتوالسن بلا ما تصنغوني تلاسن، وكي عند المالكية وعند الحنابلة. لذلك هذا الأثر موجود عندنا في المنطقة في الجزائر ككل، والجزائر مذهبها الغالب الذي يشكل مرجعية الجزائر الفقهية هو المذهب المالكي، مذهب المالكي لإمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه، ب أن يكون المكفول له بالغا عاقلا. وكي عند أبي حنيفة فقط، خطر أبو حنيفة اشترط الإجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، ولكن عند جماهير الفقهاء قال لك ليس شرطا أن يكون المكفول له بالغا أو عاقلا، ماشي بالغا عاقلا، ماشي المكفول له المستفيد، ولو كان قرار لا قرار أقشي شي ساعة 5-6 سنين لا 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 يهم. طبعا تجاوزت عن كثير من التفاصيل مراعاة للوقت. ركن وستث المكفول عنه، المكفول عنه المستفيد، ولكن يتوالسن ونتواسن. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنه، مثلا ما في زران ما في السن بلا ممكن يودي هنا هذه الزهر اللي كاش مكان يثدرت ويسينا لك الغاشيني يزوصات الجنازة كي نرجو وكي توالس السين ضرك الشيني السين ضاق لي ذا ثقي تجوز. أنا عامين شو قلت أنا الرجال الرجولة مستويات مش ما تصنع ضم ذاك اللي يكنا ضيك ماك نضقالي يكنا عمي خاطي. وكي عند جماهير العلماء علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الكفالة دون أن يسأل الكفيل الضامن هل يعرف المكفول عنه؟ الحديث مذكور والسينارة واقينه ويسقسيرا إليك يتولى سيد دوني وزل على فلس. صلوا على صاحبكم أسمي ذن طقى أبو قتادة الأنصاري يسأل خلص فلس يا رسول الله هما علي يا رسول الله ديناراني. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقال ما قال وقد استمعتم إليه قبل حين. والحنفي اشترطوا معرفة الكفيل المكفول عنه. على الحنفية في قرى الزرغ أن الزرغ طري يستهل نور يستهلال وقال رأي الأحناف، ولكن الحمد لله رأي جماهير الفقهاء أولى بالاعتبار، خاصة في زمن تحطمت فيه الكثير من القيم والمبادئ في حياة الناس،
عموما وفي حياة المسلمين على وجه الخصوص. أربعة، الركن يصر على صيغة الكفالة. جمهور الفقهاء أشقارا تتم الصيغة بإيجاب من الكفيل وفقط دون القبول. حنعرف الصيغة يكون إيجاب وقبول كما شرحنا فيما سبق، ولكن عند جمهور الفقهاء قرن خاطئ، الإيجاب يكفي. ولكن هناك من قال له أبو حنيفة قال لك لازم القبول، ولكن رأي الجميل جماهير الفقهاء أولى بالاعتبار. يعني مدن تقضي كان الشيء سنك الضمنة يكفي، يا أدي كان الضمنة وصرا جوير غادي نتقوينا كيني قبلها بلا ما يقبل، خطر ديال الفيداس ديال الفيداس. ثورة، رابعا محل الكفالة. الكفالة إما تسيري كفالة مال أو كفالة نفس، كفالة المال وكفالة النفس. كفالة المال تسعى واحد اثنين، كفالة قد يكون دينا قد يكون عينا. مثلا يوني ثلاث سوايض يجد حرصيت أسيني أي خلصنا كنغا أكي قدروا ثلا أي خلصنا كوي غل حبس سيغا شك سن بروفيزيون كونتر طوا شحال يكشمل الحبس على جال الشك سن بروفيزيون شحال أنا عامي بسي ونكشمل الحبس قبل الدفاع وسند الغاشي وقاسي ثلاث سخام لأن سرق زنين ونقرب قريبة دي فاصل الحبس ثورة يمكن ينسال أساس أدي فغاد يغال يوسي ثلاوين تسعة في الرقزة ثنية سخف كغشاك كيني أسمي دي فغور قزني وروح نسال قزني إن الناس تضمني كيو تنطمطو سي ثلاوين نون ثورة غاد خلصنا تشمسة الحبس حواج 20 ساعة كنت أحكو في مشواق ظرن دي شغلاكي كان ماشي الجمعة 20 ساعة ماشي كان ديال الجزائر من مدى النظام أتسوالي ميضرة وخسار نيغون دوالاكي سلحمالة غاية ثمثم سلحمالة وربي يعلم ولكن مشكلة 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 حقيقية باثوالور لي برانسيب لي فالور أتروزونت ديني غير كل الملائكة كل بشر أنسقي ما نسخسر نورمال بزاف 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 هادي طاق على منطاق طاق على منطاق لا الشريعة ولا القانون ولا شيء أخبط اللي يقدر يقدر. وطبعا دقي هذا الكلام يتوجه إلى المدينين المماطلين سيني غير تقول الله ويتوجه إلى الدائنين المتعسفين أيضا اتقوا الله هذا مكان ربين اتقوا الله هذا مكان. وذا قد يكون كفالة عين تغوسة يبوي تغوسة إما ثروحة إما ثرزمة الكافيل الزعيم مني أسيني أكتدر كاري ضمنا فكي ذا صبر ويت وكتي ديرارة ذنك كاري ضمنا تخلو القسطرون كيلو الفضحارة ذي الحومة وكذا وكذا إنك أكتي ديوان تبرويط النيس تفكي طيب إيما ولاش تبرويط النيس أسيني ضاك دوي ويثم فينا إيما ولثو في ضران فينا أكخلصخ سيقوم يقارن الكفالة زعما هي كفالة عين نعتبر على سبيل المثال أبروي يطلع عين نظرك إلا كفالة النفس تقدر تخدم الزيك الجدود ما رم خلفنا وكذا أدي نتقيم لكن أقسمه يوجد يس ذلك في دياوين كفالة نفس كفالة وجه أثي داويخ وزيك ملكه هي داويخ أثي داويخ ثوري الزمرة شدام داكولي سنسين ظل فلاني فكي غوال أروح أتقبر تقسيمك ما نجيش ودي سأسأل قبل داخو يتنفروا وتنفروا تضيوني يغلظ يعني يرقل يغلظ يعني يرقل هربت سلك قافل أخويا قافل يري يرقزن قارن زيك قفايلي قارن شبح برقز سير رقزة أخي الصرب من دان غلظ استغفر الله والسلام عليكم وتكمل الحياة الشريعة فريغ يغفلان النظر أكن ملان من فغان وغدر الشرع ربين في سورة الجاثية الآية 18 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون في سورة خمسة الآية في سورة النساء الآية 65 ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثورة أخيرا خامسا انتهاء الكفالة.
مما تكفو الكفالة في حالات منها حال ألف عين تاء الالتزام الأصلي يكفى الالتزام الأصلي بالأداء بالإبراء بالمقاصة إلى آخره انتهاء الكفالة بصفة أصلية مثلا تحقيق الكفالة موت الكفيل إذا كان تعلق الأمر بكفالة النفس أسند الفلاني ذنك هذه دياوين أزكى كداوغ الشريط مفض كفالة نفس إما كفالة مال أمر ذي الفغدس الورثة سين فبثنا غير في كالونجاجمون والله ما نحشميث فبثنا غير جاز أذي لي ذير جاز زيد دوليث ولدي الآخر أكان يفضران ثم شوهان زي يري يرجزني بحالنا غير جعل ربي جعل كل ما ربي سبحانه جميعا سيسن إن شاء الله. لذلك يا جماعة الخير الشرع سيدي ربي يفكي غداك التفاصيل من الكفالة أم كارث الجرسو درتنا من تفضي الشرعيث وني يبغى نروح القانون أذي روح القانون المدني سي المادة 644 الميث المادة 673 في كياك لي زارتيكل 644 673 كود سيفيل من الجزائر اتفهم لي ديتاي التفاصيل كود جوريديك كما كنخدم دائما من مين كفا الدرس ادنفك لو كان لا الوقت كنت في الكود جوريديك ولكن إلها 2 سنين من القانون ولكن مادام الوقت يفوق من مين كفا الدرس كنت في كان لي زارتيكل اتسوغال مرغوصن وين يبغى افيوغال جيغام ثلويث ارثي من الليث والسلام عليكم ورحمه الله.